لم يسلم حتى التعليم في العراق من سطوة الأحزاب المتنفذة ومافيات الفساد، أرقام مهولة لشهادات غزت العراق وتعمد لإنهاء التعليم الحكومي على حساب الأهل ودعم لشهادات الخارج على الداخل بحسب ما أكده مختصون. كليات الحاسوب مثلا خريج الصناعة يخصص 10%، بينما من يروح إلى كلية أهلية لا مفتوح. هاي على سبيل المثال طبعا، إذا معناتها هاي لازم الوزارة توقف عليها وتشوفها شنو الأسباب، هل هنالك تواطئ من قبل بعض الأشخاص الموجودين في الوزارة مع الكليات الأهلية؟ هذه نقطة كلش مهمة، لأنه لربما سوف تضرب بها الوزارة ويتهموها بالفساد. هذه نقطة. النقطة الأخرى ما يخص الشهادات العليا، الشهادات العليا فيها محورين، يعني خلنا نأخذ المحور الأول اللي هي الجامعات المعترف بها لكن ثبت انها تعطي شهادة مزورة، من ضمن ما صار لغط كبير على جامعات لبنانية، وكذلك حاليا اكو تدريسي قبل كم يوم اجاني ويعني جاب لي مشكلة بصراحة، قال 20,000 شهادة مزورة تقريبا اذا صار تدقيق بها من الجامعات الايرانية، لانه تابعة الى جهات متنفذة في دول اخرى تدفع القبول في هذه الجامعات. حوراء واحدة من عشرات ضحايا الابتزاز والمساومة التي يقوم بها بعض الأساتذة في الجامعات التي اضطر بها الأمر لترك دراستها خوفا على نفسها، فهي تؤكد أن أغلب الفتيات لا يستطعن تقديم الشكاوى خوفا من التهديدات. أنا كطالبة تعرضت لابتزاز من قبل أستاذ جامعي ويا الأستاذ بالكلية، فمن ابتزاني وراد من عندي علاقة غير شرعية، أني صراحة تخوفت من هذا الموضوع وتركت دراستي وفقدت الأمل بسبب هذا الأستاذ. لما رحت اشتكيت الرئيس القسم وعميد الكلية، فواجهت أنه توجهت التهديد وتعرضت التهديد أنه إذا وصل الأمر إلى شكاوي أو أهالي، وتعرف العشائر اليوم إحنا مجتمع عشائري، كطالبة أنا فقدت دراستي، ومو فقط أنا كطالبة، هو طالبات فقدوا دراستهم بسبب الابتزاز من قبل الدكاترة، وأكو يوافقون على هذه الأمور في سبيل دراستهم وقدموها. التخوف الأساسي والرئيسي هو إحنا كون مجتمع عشائري منضبط منغلق، في بعض الأحيان يتخوفون أنه يسببون في مشاكل عشائرية وعائلية قد تؤدي إلى حالات كثيرة منها، يعني توصل إلى حالة الانتحار. فهكذا أمور ممكن أن نطمئن جميع طالباتنا ويعني الطالبات اللي يخصهم في الجامعات والمدارس أنه هناك خط ساخن نتعامل به بسرية وكتمان. بالنسبة لموضوع المناشدة تسجل عن طريق الخط الساخن 497، ومن خلالها نتواصل مع الضحية اللي يسمى الضحية والمبتز لغرض يعني اتخاذ إجراءات القانونية. من محافظة واسط، محمد الإمارة، دجلة.